المشاهدين، ضيف الآن هو في الواقع في تحت ظروف العادية بعيد عنه، لأن يقطن على مسافة 6.5 ساعات بالطائرة من الكويت، على بعد 6.5 ساعات من الكويت. هو ضيفي دبلوماسي، نقدر نقول عنه صحفي أيضا، كاتب، باحث في أمور كثيرة تتعلق بالجغرافيا والتاريخ، وتمتاز كتاباته في الواقع بخفة الدم والسخرية الضاحكة، ويطل علينا كل يوم أو كل يوم وترك من عبر النافذة الضبابية في جريدة السياسة. رحبوا معاي بحمد السعيدان. مساء الخير أخوي حمد. أهلا وسهلا، حياك الله ورحب فيك في شبكة التلفزيون. شكرا جزيلا والحمد لله على السلامة. الله يسلمك يا أخوي. الحمد لله على السلامة بصورة خاصة في الواقع، لأن يعني إحنا عرفنا من تتبع الكتابات أنك أنت كنت مصاحي في الآونة الأخيرة، تعاني من القدة الدرقية وأنك يعني ما بقى علاج وطب إلا تطببت فيه، ها؟ نعم. فشلونك الحين؟ والله الحمد لله أحسن، أحسن كثير. زين. أحسن. أنا طولت الحقيقة، ما كنت أتوقع أنها يعني تستمر يعني من حوالي 9 شهور تقريبا، لكن الحمد لله استمريت على العلاج. والغدة هذه من الأمراض يعني اللي ما حد يكتشف أثرها إلا بعد أن تتمكن من الإنسان. عجيب. لأنها تأتي تدريجيا، ما يحس فيها إلا وقد أصيب بالهزال. وفي الواقع أنا ما انتبهت لها لأنها حاشتني في رمضان. رمضان قلت أنا يمكن هذا من الصيام، يمكن من التعب الجوع هذا. شو انتهى رمضان ومرت أيام، وبعدين راجعت ولا قالوا فيك الغدة وهذا، وعلاجها كما تعرف أو كما هو يعني مقرر لعلاج الغدة الدرقية، هو أخذ جرعة من اليود المشع اللي تكسب الغدة ما فقدت من قيمة غذائية. لأن لما ما أعرف هذا موضوعنا أو لا 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 شوف، هي 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 أنت بتاخذ عليها شغلات هرمونات أو شيء، يمكن الاشعاع هذا اللي تاخذه اللي يحد من نشاطها. حمد انت قدرتك نشيطه وايد لو كسلانه وايد. لا نشيطه وايد، لان نشيطه وايد تتفلت. البطيء وش كانت تسبب لك؟ شلون يعني كنت تحس بدوخه ونوم وكذا؟ هزال وتعب وقلق، قل الشهيه، النوم متقطع. لكن الغده وغلقه. انا شفتك بلندن ايام ما كانت حالتك حاله. حالتي حاله بس الحمد لله الان كل شيء اوكي. اي فاعتقد ان الاشعاع هذا عشان يعني يخفف من نشاطها، يخفف من نشاطها ويحد من سرعتها، كابح مثل ما يقولون. الحين تمام؟ الان تمام الحمد لله. فازل تاكل زين؟ تاكل زين، نوم وايد، ونوم زين، ونقرا ونروح العمل بهمه ونشاط. الحمد لله اشكر الله. الحمد لله على كل حال. يا اخوي ابي كان يعني تكلمني عن كتاباتك في جيت السياسة. نعم. تكتب في النافذة الضبابية. نعم. يعني أنت بتكتب على ما يبدو في كل شيء، يعني ما في عندك خط معين. حمد الحقيقة لو كان عندي أيديولوجية معينة إن صح التعبير، حلوة أيديولوجية، أي كان ركزت عليها ومشيت عليها. والله فلان هذا يعني من خلال كتاباته تعرف إنه مثلا يتبع المذهب الفلاني أو الخط السياسي المعين. لكن ككاتب يومي يعني من الأفضل أنه يلون للقراء، أما أنك تكتب على خط واحد، مع احترامي للكتاب الملتزمين، لأن النمط الواحد من الكتابة هو من اختصاص الكتاب الملتزمين الذين يروجون لمثل ما قلت فكرة معينة، ويحاولون يزيدون من تكريسها في أذهان القارئ. لكن الكاتب اليومي يكتب عن انطباعاته، عن مشاهداته، عن رأيه، عن كل ما يعترضه ويجده، من يعني يجد أنه من الأنسب أنه والله هذه فكرة خلنا أكتب فيها الموضوع.
لكن الكاتب الملتزم يشوف له حادث ما يقدر يكتب عنه. اي صح. لانه يقول هذا مو شغلي. ولذلك من الافضل بالنسبه لي اني ان لا اكون ملتزم، وخاصه صاحب الجريده الاخ احمد يقول ان الجريده خطتها الالتزام بعدم الالتزام. وهذا شيء يعني هذا منعكس على النافذة الضبابية، انت تنفذ وجهة نظر رئيس التحرير يعني بالالتزام بعدم الالتزام. الالتزام بعدم الالتزام. لان الجريده ملتزمه والكاتب غير ملتزم، ربما يصطدم برئيس التحرير يقول لك والله انت قاعد تكتب اشياء تناقض سياسه الجريده. ولذلك انا فهمت فكرتك الان. طيب الملاحظ ان يعني كثير من مقالاتك ابو سامي هي في الواقع بتعطي فيها معلومات مو راي، بتكتب عن العمله، بتكتب عن حقبه من تاريخ الكويت. نعم. بتكتب عن شيء متعلق باحد المؤسسات الدوليه. نعم. يعني بتعطي معلومات تاريخيه او جغرافيه، ما بتعطي رايك. لا اعتقد ان النبذه اراها لازمه في كتاباتي، لاني لما اكتب والله واقول والله الربيه كذا، طيب شنو الربيه بالنسبه لشبابنا الان اللي ما لحقوا عليها؟ اقول يا جماعه ترى الربيه صدرت في سنه كذا وهي عمله فضيه كانت هنديه تساوي كذا ولا ذا كذا، واتحدث عن الموضوع. احب اكتب عن النخيل، اقول لك والله زراعه النخيل ممتازه، احنا بحاجه للنخيل. إذن أجيب نبذة عن النخيل وعن أنواعه، علشان أنواع التمر، أنواع التمور، يعني سيما وأنك مرقابي يعني. إي إيش دعوة أشجار النخيل والمرقاب. ولذلك كتاباتي لما أكتب مثلا عن أي موضوع أفضل أني أكتب نبذة عنه لأعطي للقارئ أرضية لكي يتقبل الفكرة القادمة. طيب يعني خل أسألك، النافذة الضبابية ليش سميتها النافذة الضبابية؟ كثير من الناس يعتقدون لأني أكتب من بلاد الضباب أنها تعني يعني المقالات هذه تتحدث عن بلاد الضباب. هو صحيح في البداية كتبت عن ذكرياتي في بلاد الضباب أيام الدراسة حوالي في أواخر الستينات أوائل السبعينات، كتبت عن العجوز والكلب، عن العجوزية، عن الكريسماس، عن انطباعاتي وهذا. لكن في الحقيقة اللي أقصده من النافذة الضبابية هو أني أقصد الكلمات المبهمة، لأن إذا تركت لندن ورحت بلد ثاني راح أحتفظ بالتسمية. وإذا قصدت الضبابية من ناحية الغشاوة يعني، من ناحية الغشاوة يعني يترك تفسير الكلمات للبيب. صحيح. وان اللبيب كما يقول الشاعر اشارتي يفهمه. نعم. انا في الواقع نسيت لاوضح في البدايه، وما في مانع اني اوضح الان، ان الاخ حمد طبعا هو سكرتير اول في سفاره الكويت بلندن، نسيت اقولها في المقدمه. نعم. والمستشار الصحفي في السفاره هناك. نعم. ولعل هذا يعني يفسر سر اهتمامك بالصحافة منذ العزل يعني. أبو سامي، هل في مقالات معينة كتبتها في نافذتك وكانت سبب لتعرفتك للقراء أو شهرتك أو نشر كتاباتك؟ والله في البداية مثل ما قلت كتبت ذكريات وانطباعاتي عن مدينة أستبورن في لندن وفي في بريطانيا وفي برايتون، عن بائع الجبن، عن العجوز، عن صاحب الدكان، عن الباص، عن رحلات الطلبة. هذه وجد فيها القارئ نوع جديد، يعني شجعني عليه رئيس التحرير أني أستمر في الكتابة واستمريت. بعدين حصل معاهدة كامب ديفيد، هي طبعا تحدثت فيها وكان لي رأي، والجريدة جريدة السياسة فتحت صفحاتها لردود القراء، وأكثرهم من الأخوان المصريين اللي تناجرت معاهم عليها، وصارت ردود الفعل عن طريق القراء، وانشهرت بهالطريقة يعني طريقة من رسائل القراء وهالكتابات هذه. فلان قال باكر يرد عليه، وبعدين دخل الأستاذ سيف الشملان في الموضوع، موضوع الجرة وهذا، وتحدثنا، وأيضا كانت تلاقي قبول من القراء وتابعوها، وتحدث عن سيارتي القديمة وسيارتي اللي كذا صار لها سنة، ونوادر وأحداث
يعني كانت ممتعة وعبارة عن ذكريات وشيء من هالقبيل، وصاروا الناس يتابعون لأن لقوا فيه لون جديد، وأعتقد أن هذا اللي شهرتني. أنت حاس أن أسلوبك يتميز بأن أسلوب ساخر ومرح؟ ما أعرف ليش يقولون أنت ساخر، مع أني أنا ماني ساخر. أعتقد أني جد أنا، بس أقولها بطريقة ساخرة. أي هذا هو يعني. يقولون ساخر، بس أنا ما أقصد أني أسخر من الناس أو أسخر. لا لا ما تسخرنا. أو قصدي أسخر من الجهة اللي أكتب عنها، لا. بس أكتبها بصورة على شكل هي بصورة عفوية دعابة يعني. وهذا ووجدوا لون جديد. لا هي اللي يعرفك. نعم. حيعرف ان كتاباتك هي انعكاس لطبعك المرح الساخر في الواقع. هو اللي يعرفني شخصيا يقول لما نقراها نحس انك قاعد قدامنا معانا. هذا هو. شيء يعني يسر. زين ابو، طبعا بحكم وجودك في لندن وبالسفارة، بيك تحكي لي شوية عن، في كثير من الصحف والمجلات العربية هناك او ما يسمى بالصحافة العربية المهاجرة، أو نعم. مثل ما سماها عادل مالك الصحافة المهجرة اللي موجودة في لندن وباريس. نعم. فوصفتك أيضا بالسفارة في مركز إعلامي. نعم. لابد أنك صارت لك اتصالات أو احتكاكات أو نوع من المعرفة بالأشياء هذه. نعم. وفي الحقيقة بعد أحداث لبنان حصل مثل ما تفضلت وقلت الصحافة المهاجرة أو الصحافة المهجرة. الصحافة المهجرة أغلبها اللي تلقى تهديدات، وهذا بتفجير مطابع وقتل رئيس تحرير وأرغمت على الهجرة، هذه ممكن أن نقال أنها مهجرة. أما الصحافة المهاجرة ففي رأيي أن هي تلك الجرائد والمجلات التي ارتضى أصحابها أن يهاجروا بأنفسهم ويفتحوا مكاتب في بلاد الأوروبية العواصم الكبرى، وخاصة في باريس ولندن. وفي الآن في لندن فيها عدة صحف تصدر باللغة العربية، منها ما صدر في لندن، ومنها ما كان يصدر في بيروت أو القاهرة ثم انتقل إلى لندن. هذه طبعا في بعضها مرتزق وبعضها موجه، بعضها لا يستمر كثيرا لأنه يصدر أول عدد أو العدد صفر ويدور على السفارات ويطلب، يعني بتحس بأن بصيغة التهديد أعطونا ولا ترى نهاجمكم، إلى هالدرجة وصلت فيهم. والقانون البريطاني ما يقدر يوقف ضد هذه الصحافة، لأن الحرية الصحفية هناك ما له حدود. صحيفة تهاجم ما تقدر انك ترد عليها، ولذلك يضطر بعض السياسيين الموجودين في الخارج الى اسكات تلك الصحف بنفح انجاز التعبير بما تيسر من النقود. لكن من اللي يدفع؟ يدفع الشخص اللي يعني وراء شبهة أو يجدون عليه مستمسك. أيه. ما يقولون بلاك ميلينج أو الابتزاز. أيه. لكن هذا لا يعني دوام الجريدة. في عديد من الصحف والمجلات اصدرت عدد 3 4 5 ما استمرت وتوقف أكثرها، بينما المجلات والجرائد الأصيلة اللي كانت تصدر ولها هدف ثقافي وتوجيه سياسي ممتاز، هذه استمرت في الصدور، يعني بعضها مضى على الصدور 40 سنة في بيروت، مثل الحوادث، مثل الصياد، مثل الصياد راح تنتقل إلى لندن قريبا، وهذه صار لها أكثر من 40 سنة أو تقريبا بهالحدود. هذه الصحف معتدلة ومعروفة، لكن في صحيفة يصدرها شخص واحد ويكتب مقالات بأسماء وهمية كأنه يعني عندي أنا محررين وعندي رؤساء تحرير وهذا، ويجي يطرق باب السفارات السلام عليكم والله، ويسحبها على ستنسل أحيانا أو شيء. أحيانا يسحب على ستنسل أو يكتبها بيده هو وربعه وهذا، ويدزونها ويطبعونها بيروت أو في أقرب أو عندهم مطبعة في لندن. لا في بعضها تطبع في بيروت، بعضها تطبع في باريس،
ويوزع في لندن. ويوزع في لندن لأن المطابع في لندن العربية قليلة. في جريدتين يصدرون في لندن اللي هي الشرق الأوسط، هذه جريدة يعني معروفة، لا غبار عليها ومعروفة، والجريدة الثانية العرب هذه ترزقون الله يعني ماشين وخيرهم خير الصحف والنشرات وهذا. لكن احنا الآن جميع السفارات العربية لهم مواقف نعم يعني ممتازة بالنسبة لهذا السيل الجارف، يعني إذا كان يستحق له تقديره ومقامه، يا أما إذا كان مرتزق وهذا فيه حدود معينة للتعامل معهم. أشك في ذلك. زين، أنت من الناس اللي بقوا خارج الكويت سنين عديدة، يعني قبل إنجلترا كنت في شرق أفريقيا أعتقد. نعم. يعني كم سنة الآن برا الكويت في العمل الدبلوماسي؟ 18 سنة تقريبا. 18 سنة تقريبا، يقول 20 سنة تقريبا. 20 سنة. زين، بقائك في الخارج كل هالسنين هل أعطاك شيء؟ استفدت الكثير، استفدت الكثير من الخارج، يعني من سنة 66 إلى الآن. طبعا الواحد إذا يبي يستفيد يستفيد، إذا مو مستفيد لو قاعد 100 سنة ما راح يستفيد. هذا صحيح. إيه، قعدت في كينيا واستفدت، استفدت اللغة واستفدت من الوقت، حيث أصدرت كتاب الموسوعة الكويتية. شنو اللغة اللي استفدتها؟ لغة سواحلية. سواحلية. تتكلم سواحلية. زين، بسواحلية. مزوري سانة بوانا مكوبة. تتكلم سواحلية. تقدر تحاكي المشاهدين الحين بالسواحلية، تقدم لهم البرنامج مثلا شبكة التلفزيون. شبكة التلفزيون. في يسمونها شبكة. شبكة تلفزيوني. ايه. رئيس رئيسي، كتاب كتابه، قلم قلمه، وايد من صباح الخير كواهيري والى اخره، من واحد اثنين ثلاثات واربعين خمسين ستين، هي عربيه اصلها بس محرفه شوي. هي نقلوها العمانيين الى ساحل شرق افريقيا، وقليل من الكوكويو والماساي فيها، بس الاغلب فيها 75% لغه عربيه محرفة. طيب انا بعتقد يعني من الاشياء ايضا اللي استفدتها، ما ادري ظاهريا يبدو لي انك حصلت على جو هادئ برا، جو هادئ تفرغت فيه لكتاباتك الكثيره والاشياء اللي الفتها. نعم، إيه اللي حصلت عليها اشياء لا يمكن حصرها بالنسبه لي، منها طرق التعامل والنظام والحياه واشياء كثيره. نعم. في المعاملات مع الناس، نظام الطابور، نظام السير، عرفت قوانين هالبلدان، قوانين البلدان. هني أنا جيت هذه ما عرفت السوق، رعب رعب. أنا وقفت على بالي مثل لندن، يعني وقفت النظام بيطفون ولا زعجوني بالهرنات وراي وطلعوا يشرون علي يشتمون كتير. أخي سعيد حق هذاك رعب ولا رعب، والله يجي على قلبي، ما قدرت يعني ما أقدر أسوق بهالبلد. يعني طبعا المؤلفات اللي سويتها، نعم، الموسوعة الكويتية الميسرة، المختصرة نعم. عملت أيضا العالم حقائق وأرقام، نعم، عمل دليل شوارع الكويت، نعم، صح ولا لا؟ أي. وكان في لك كتاب يطلع عن شرق أفريقيا، أي كنت أعلنت عنه من زمان لكن ما طلع هذا. أعلنت عنه أنه راح يطلع، اسمه 1500 يوم. 1500 يوم. كتبت فيه عن انطباعاتي. أي، وين هالكتاب هذا؟ وعن ذكرياتي. للأسف للأسف أنا وعدت القراء بصدوره، لكن لما جيت أصدره وجدت تناقص، وجزء كبير ما أعرف وين اختفى. ما أدري، لما انتقلنا من سفارة إلى سفارة، لأن عندنا مبنيين، إحنا المبنى القديم انتقلنا للمبنى الجديد. أثناء النقل هذا يمكن أنك كنت حاطة في محل، وراح تقريبا نص الكتاب، فقدت الملف، والآن أحاول أني أجمع هذا الجزء، لأن في قاموس كامل عن اللغة، في عن القبائل كلها، في عن الحيوانات، في قصص وذكريات مثل ما يكتبون المستشرقين عن البلاد العربية ورحلاتهم. أنا قلت خلني أكتب عن العرب ورحلاتهم، وعن الكويتيين اللي كانوا يزورون سواحل شرق أفريقيا، وعن العرب المقيمين،
وعن الجمعيات الإسلامية وعن المسلمين والمدارس والعرب وسنجبار، كان شيق بالنسبة لي أنا، لكن للأسف إن فقدت جزء، وبإمكاني أني أصدر هذا الكتاب من دون هذا الشيء، لكني لن أرضى عن نفسي بوجود هذا النقص. طبعاً. وأحاول أن أكمل أشياء أساسية إن شاء الله قريباً. إن شاء الله إن شاء الله. وانت هناك هل انت متصل بالكويت من ناحيه الاعلام الموجود؟ بتشوف تسمع عن برامجها، تشوفها، حد يدز لك اشرطه؟ ايش شو ملحق صحفي واعلامي اتصال؟ يعني ما في شيء. لا لا، انا كل برنامجك، ما في حلقه فاتتني من برنامجك على سبيل المثال. يعني على فكره انا ما سالتك السؤال عشان تقول برنامجك وتوهقني مع الناس. لا 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 اوكي سوري. بس انا اعرف ان اسف يا اخي. لا انا قصدي ان كل البرامج وكل الحفلات والحلقات اللي تذاع في الكويت اخوي عبد الرحمن يسجلها ويدزها لي، ولذلك كانت ماده من المواد. عبد الرحمن السعدان. عبد الرحمن السعدان، نعم، من المواد اللي استفيد منها في كتابه المقالات والنقد ضد المسلسل الفلاني وضد الممثل الفلاني، هذا ما يصلح. وهذا البرنامج ممتاز، ومقابله فلان، يعني كنت استفيد من اللي تشوفه، اللي اشوفه في كتابه مقالاتي، لان اعتبره من المصادر المهمه، وخاصه بعدي عن البلد لا يعني اني بعيد عنها، لكنها قريبه دائما في قلبي. طيب لك وجهه نظر حول ما يبث التلفزيون هني اذا كنت تشوف معظم البرامج؟ والله هي برامج التلفزيون ماني خايف ولا اني مستحي، ممتازه. اي زين شوي. برامجكم ممتازه، يعني اذا قارنتها في برامج ثانيه يعني مزعجه في البلاد الثانيه، خاصه البلاد العربيه مزعجه، كل خطب وكل شعارات وكل وضع حجر اساس، ولذلك ما تحس بقيمه البرامج، كان يعني شيء مفروض عليك انك تشوفه، وغسل عمليه غسل دماغ بالنسبه للبرامج الكويت لا، وهذا يعني مو مجامله، يعني تجد فيها متعه وانت متعه بالخارج. جدا اي نعم. طيب طبعا بالنسبة لمقالاتك معروفة أنها تكتب مقالات في مختلف المواضيع مثل ما شفنا، بس جت فترة حمد. نعم. ولا فجأة حمد سعيدان صاير شاعر وقعدت تكتب شعر باللغة الفصيحة. نعم. وهذا الشعر واضح جدا أنك بتسخر فيه من بعض أنماط الشعر الحديث أو الشعر المنثور، السواحل البنفسجية والأحلام المتقعرة الصفراء والزنابق الوردية زي كيف قصة هال ما أدري، لأني أحب الشعر، الجولة الأدبية هذه أحب الشعر ومنقهر لأني ما أعرف أقرضها. كتبت شعر مرة، كتبت قصيدة وعجبتني، قلت بوديها للأستاذ عبد الله يراجعها، الأستاذ عبد الله زكريا الأنصاري. أستاذ عبد الله زكريا الأنصاري شاعر وأديب وكاتب متمكن جدا. نعم. وصديق في نفس الوقت اسمه، قلت بعرضها عليه علشان يشجعني إذا في أخطاء قليلة يعدلها، وهذا يقول رأيه علشان أنشرها كشاعر. والأستاذ عبد الله معروف بلباقته، ردها علي قال لي القصيدة ممتازة بس لا تنشرها. عرفت انها ماكو شيء، قمت عدلتها مره ثانيه، عدلت فيها، قلت استاذ عبد الله ما يبي اصير شاعر، ولان استاذ عبد الله اديب ويبي شعر ادبي وانا ابي شعر يعني خفيف، صلحت فيها وحككت بعض الكلمات ودزيتها حق الدكتور عبد الله غنيم، كان بكامبريدج. اي والله. قلت له دكتور انا كتبت القصيده وارجوك تراجعها علشان انشرها. بعد ثلاثة أيام رجع لي القصيدة مع ورقة مدبسها وكاتب مع احترامي لشعورك شعرك هذا يذكرني شعر شكوكو. وتبت عاد. ما تبت، كتبت مؤخرا. تبت عن نشر القصيدة اللي أنا تعبان عليها لحق العيد الوطني. الله لا يفاشل. وعاد لما طلع الاستاذ الاخ صلاح الساير وكتب القصائد الخفيفه هذه اللي طلعت بالتالي وهذا، قلت يلا خليني اصير ويا الموجه،
وقام مهاجم بدل ما يشجعني وهذا. هذا انا تركت الشعر بس لا ما هاجمك هلا لا تجن على الريال ما قبل اقرها مقالتي الاخيره ايش قال يعني يمزح معي شوي يعني لا تكتب مره ثانيه الشعر اي يعني فكنا اي والله كان اتوب قلت بعد معك والان توقفت نهائيا عن الشعر لا اذا الله حمني زين جيتك للكويت الاخيره هذه بمناسبه ايش؟ دائما انا اجي بالربيع اي صيد الطيور طلعات اي بس الحمد لله جانا مطر اليومين ان شاء الله يخضر الارض ودائما اختار هالوقت بالذات اللي هو فصل الربيع لان من انسب الفصول في الكويت من ناحيه الجو من ناحيه الطقس كاجازه اي اجازه والاولاد بعد اجازه المدرسه التقي معاهم واشوفهم لان احنا عملنا بالخارج ما نشوف عيالنا شلون انت عائلتك مو وياك؟ معي عائلتي معي زوجتي معي بنتي صغيرة الأولاد الكبار اللي بالثانوية واللي خارج لندن واللي بالكويت واللي منتشرين يعني كل الدبلوماسيين كذي يعني يعانون هالمشكلة هو أكثرنا يعني اللي نشتغل في الخارج يعني من المؤسف إن أقول لك إن ما تمتعنا بشو اسمه باللعب مع أطفالنا حياة عائلية وتجمع صغير يعني نغيب عن أولادنا سنة أو سنتين يكبرون يعني ما نشوفهم بالسنة إلا أسبوع أو أسبوعين نلقاهم كبار غير اللي مقيم في بلده ويلعب مع أطفاله طول عمره يعني يحسون بحنان الأبوة وإحنا نحس بالطفولة ونستانس وهذا شيء جدا مؤثر للأسف يعانون منه كل الموظفين في الخارج ولك الحمد لله الأولاد كبار والآن ويجونك بالصيف هم طبعا يجون بالصيف يجون بالصيف وهذا يخفف كثير لكن يجونك كبار تشيلهم كبار يعني نبيهم صغار سنتين ثلاث اربع خمس سنين وهذا لان في عندك طفله صغيره يعني عمرها 3-4 سنين في عندي 4 سنين اي في هذه وياكم على طول هذه دائما الان دخلناها مدرسه انجليزيه والولد الاكبر سامي يدرس في كليه الهندسه بريطانيا نعم تمام البنت ساميه في الثانويه يعني الله يخليك ان شاء الله الله يخليك يا ابو فهد احنا يا ابو سامي شاكرين جدا طبعا على الخطوه العزيزه اللي شفناك فيها في ربيع الكويت شكرا وان شاء الله الله يفكك من هالغده الدرقيه خلاص وان شاء الله الطيبه ما تعود عليك ها اشكرك شكرا جزيلا وتتحفنا في مقالاتك وشكرا على دعوتك اللي وجهتها لي بالرساله قراتها انا حاضرين قراوها ايضا القراء وكان لها تاثير يعني كانت مؤثره الحقيقه بنفسي الله يسلمك شكرا جزيلا لك يا هلا وسهلا ومع هذا اعزائي المشاهدين ناتي الى نهايه هذه الحلقه خليكم معنا الاسبوع القادم مع شبكه تلفزيون فما الله